السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى العظيم الأسمى المتفضل على خلقه بإرسال رسله وإنزال كتبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني الكرام، نستكمل ما توقفنا عنده في الدرس الماضي، وكنا قد توقفنا عند الكلام على نقل أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية وكلامه حول مسألة الجهة والحد، وقد تعرض هنا إلى بعض الألفاظ التي جاءت في العقيدة الطحوية والتي يستدل بها دائما المخالف ويستكثر بها على أن عقيدة المسلمين هي نفي الحد والغاية عن الله. لنفهم ما الذي يريده الطحاوي من هذه المواضع التي جاءت في الطحاوية، ونرد كلام الطحاوي بعضه إلى بعض، ونفهم كلام الطحاوي من خلال شرح ابن أبي العز الحنفي الذي هو أحد أئمة الحنفية أيضا، كيف أنه بيّن كلام الطحاوي وكيف أنه رد بعضه إلى بعض. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال عند شرحه بعض عبارات الطحاوي، قال: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ مقدمة. هو الآن الطحاوي تعرض للفظ أو لجملة جاءت في العقيدة الطحوية، وهي قول الإمام الطحاوي: لا تحويه، يعني لا تحوي الله سبحانه وتعالى، الجهات الست كسائر المبتدعات. فهذه الجملة هي كثيرا ما يعني يشكل بها المخالفون، وإن كان طبعا لا نستطيع أن نقول أنه استدلال، لأن كلام العلماء ليس يعني لا يستدل به، ليس دليلا شرعيا وليس أيضا دليلا عقليا، هو قول عالم في النهاية. لكن نحن أيضا لجلالة هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء نبين معاني كلامهم وننزه كلام هؤلاء عن الضلال الذي يراد منه أو يريدونه منه. فهو ابن أبي العز وضح كلام الطحاوي وبينه أحسن بيان، فقال: أذكر بين كلام أو بين يدي كلام الشيخ مقدمة، وهي أن الناس، يعني علماء يقصدون بالناس علماء المسلمين، في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، يعني لعلماء المسلمين وللمنتسبين إلى الطوائف الإسلامية من أهل النظر في هذه العقائد، لأن العوام لا دخل لهم هنا، فيقول لهم ثلاثة أقوال. القول الأول قال: فطائفة تنفيها، يقصد بالألفاظ المهمة، الألفاظ التي أدخلها المتكلمون في العقائد الإسلامية، لفظ الحيز، لفظ الجهة، لفظ الحد وغير ذلك من الألفاظ الكثيرة التي أدخلوها إلى البحث العقدي الإسلامي. فيقول: طائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل. طائفة يعني تثبت مطلقا، نستطيع أن نقول مثلا كبعض إثباتات الكرامية، بعض إثباتات المجسمة، طائف المجسمة وغلاة الشيعة المتقدمين، كان منهم كثير من الغلاة يعني مجسمة ونحوهم، هؤلاء كانوا يعني يثبتون هذه الألفاظ بإطلاق على ما تحمله من باطل ومن حق. وطائفة فيها، هذه يعني هذا يقال على أكثر طوائف المتكلمين الأشعرية وغير الأشعرية، أنهم ينفون هذه الألفاظ بإطلاق بما تحمله من حق وباطل. وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. هكذا نتعامل مع هذه الألفاظ المهمة المجملة، ننفي باطلها ونثبت حقها. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام، سبحان الله. يعني ولذلك كثير من علماء السنة كانوا دائما يحدثونه عن هذه النقطة، ومع ذلك لم نرى يعني منهم من يستمع ولا من يحاول رفع هذا الإبهام من أجل أن يستبين الحق، سبحان الله. يعني هذه الألفاظ، علماء السنة لا زالوا يقولون لكم: هذه الألفاظ عندكم فيها إهام وإجمال. نعم يا أخي، تعالى إلى هذه الألفاظ وحدد لها معاني بحيث أنك لا تخرج أنت عنها ولا نحن، ثم يعني نتحاكم إليها حينئذ. من يريد أن يثبت يثبت، ومن يريد أن ينفي ينفي، وبالتالي يعني يستبين الحق. لكن هم يريدون أن تبقى على إجمالها وإبهامها هكذا، سبحان الله، فيها إجمال وإبهام. كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا. الذي ينفي مطلقا ينفي الحق والباطل معا بهذه الألفاظ، من خلال هذه الألفاظ يتذرع بها إلى نفي الحق والباطل معا. ويذكرون عن مثبتيها، يتهمون المثبت بأنه يقول ما لا يقوله هو،
ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطل. للأسف كذلك على الجهة الأخرى المجسمة وغلاة الشيعة ونحو ذلك كانوا يثبتون بهذه الألفاظ معاني باطلة أيضا من خلال الإثبات المطلق مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، لأنها أصلا لم ترد. يعني هي لم ترد، هي كغيرها من المسكوتات. هل الأدلة الشرعية حصلت جميع الكلام؟ كثير من الكلام لم يأتي في النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية محصورة قليلة، فبالتالي كثير من الجمل حتى من الحق، كثير من الحق لم يرد بلفظه في الكتاب والسنة، وإلا كان القرآن ينص على كل حق إذن، وبالتالي يعني يكون أي كتاب هذا؟ يعني يكون كتاب يجمع كم جملة وكم كلمة؟ فبالتالي قال ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون ولا مبتدعون. نحن نثبت من حيث الإطلاق اللفظي الشرعي، نحن نثبت ما جاء في القرآن والسنة ونسكت عن غير ذلك وننفي المعاني الباطلة. عندما نأتي إلى الحجاج والكلام عن المعنى، نعم نثبت المعنى الحق وننفي المعنى الباطل. أما من جهة تقرير العقيدة فنحن نقف عند ما وقف عليه الكتاب والسنة ووقفت عليه الشرائع، ونتكلم بالشريعة ونأخذ عقائدنا من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد أن قدم هذه المقدمات الآن يتكلم عن كلام الإمام الطحاوي. قال وقول الشيخ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، قال هو حق. انظر هو الآن يوجه كلام الشيخ توجيها صحيحا فيقول عنه هو حق. لماذا؟ قال باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهذا أحد المعنيين الذي يعني تكلمت عنهما في الدرس الماضي، أنك لك يعني في هذا معنيان صحيحان، أن تقول تنفي الحد والجهة بمعنى أنه ليس الله سبحانه وتعالى محصورا في مخلوقاته ولا تحيط به المخلوقات وليس داخلا فيها، نعم هذا حق، تنفي هذا المعنى الباطل، هذا حق لك. وكذلك تنفي علم المخلوق الفقير العاجز بأن يحيط بالله علما، فأنت تنفي العلم بالإحاطة، بإحاطة المخلوقات بالله سبحانه وتعالى، تنفي علم يعني علم العباد بربهم أو إحاطة العباد علما بربهم، هذا تنفيه لا إشكال هذا. فقال باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ. طب هل هو الآن يتحكم ابن العز فيقول هذا الذي أراده الشيخ هكذا من هواه؟ لا، هو يستدل من كلام الشيخ أيضا في موضع آخر، قال لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، سيأتي في كلام الطحاوي بعد ذلك أنه قال هذا اللفظ أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوقه، فهو جمع بين كلام الشيخ في الموضعين بخلاف الذي يحاول أن يعني يسوق الباطل من خلال كلام الطحاوي. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء، يعني ليس محصورا في الموجودات، لا يحويه شيء من الموجودات ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، يعني كما يقول للمخلوقات أنها تكون محوية، أنا محوي في هذا البيت الذي أنا فيه الآن، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العاري عن كل شيء، لكن بقي في كلامه شيئان بعد أن وجه كلامه بالمعنى الصحيح وجمع بين كلامه، قال تعقب عليه بأمرين، قال لكن بقي في كلامه شيئا. الأمر الأول أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تلقوه أولى، نعم نحن هو محق ابن أبي العز الحنفي، ولهذا الآن يستخدمه الضلال، هذا اللفظ من الإمام الطحاوي يستخدمه الضلال في يعني تسويق باطلهم، فلو أعرض عنه بالكلية وجاء بالألفاظ الشرعية لكان أولى به طبعا، فقال كان تلقوه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض لكل أحد حينئذ، إذا أنت تستدل بهذه اللفظة أو هذه الجملة سيأتي الآخر بالجملة الأخرى ويقوله متناقض فيلزمه بالتناقض، وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية من جهة، من جهة الجملة الأخيرة، ونفي جهة العلو من جهة الجملة الأولى،
وحينئذ يعني يلزم بالتناقض في كلامه. قال: وإن أجيب عنه بما تقدم، يعني الذي قدمه ابن أبي العز في الإجابة عن كلامه وتوجيه كلامه بالمعنى الصحيح من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، قال: فالاعتصام بألفاظ الشريعة أولى. حتى وإن جمعنا بين كلامه بالمعنى الصحيح ووجهناه بمعنى صحيح، نعم، لكن أيضا التمسك والاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى من كل هذا. الثاني، التعقيب الثاني لابن أبي العز على الإمام الطحاوي، قال: قوله كسائر المبتدعات، يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وهذا فيه نظر، لأنه الآن أخرج الله سبحانه وتعالى ثم قال جميع المخلوقات محوية، فهذا فيه نظر وهذا يؤدي إلى التسلسل، لأنك إذا قلت أن العالم محوي أيضا، بماذا يكون محويا؟ يكون محويا بعالم آخر، أنت الآن وقعت في التسلسل. ولهذا قال: كسائر المبتدعات، يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي، يعني بعالم آخر أو بشيء آخر، فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لازم التسلسل، ستقع في التسلسل، العالم محوي بعالم والعالم الآخر محوي بعالم، وهكذا فيتسلسل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، إن أردت أنه محوي بأمر عدمي، ليس كل مبتدع محوي بأمر عدمي، فأنا الآن مثلا لست محويا بأمر عدمي، وإنما محوي بهذه الغرفة التي أنا فيها، وهذا أمر وجودي. فبالتالي هنا أيضا في هذه اللفظة فيها إشكال، فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره، مثلي أنا الآن داخل في البيت، كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، هذا طبعا استدل بشيء من الشريعة، السماوات والأرض في الكرسي، ومنها ما هو في منتهى، ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال، يريد أيضا أن يوجه كلامه وأن يجيب عنه بأن قول الطحاوي ليس كسائر المبتدعات أو المخلوقات، كلمة سائر هذه يعني اختلف في أصلها اللغوي، هل هي من السؤر يعني البقية أم من السور، بمعنى أنها تشمل وتعم، من سور البلدة أنه يحويها كلها، فبالتالي يعني اختلف من هذه الجهة، فهو يريد أن يحملها على المعنى الثاني من أجل أن يوجه كلام الطحاوي، فقال بأن كلمة سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، يعني يكون أصل اشتقاق سائر من السؤر هنا وليس من السور، وهذا أصل معناها ومنه السؤر، وهو ما يبقيه الشارب يعني الذي يشرب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات، يعني يريد أن يوجه كلام الطحاوي أنه لا يقصد كسائر المبتدعات وإنما كغالب المبتدعات من خلال توجيه اللفظ، فيكون الله سبحانه وتعالى غير محوي كما يكون كأكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. قال: ولا نظن بالشيخ، انظر إلى كلام العلماء وكيف أنهم يوجهون كلام غيرهم من الأئمة على المعاني الحميدة، المعاني الشرعية، المعاني التي توافق الاعتقاد الإسلامي، ولا يروجون بها الباطل. قال: ولا نظن بالشيخ أنه ممن يقول أن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين، لا يظن أصلا بعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر من علماء المسلمين وإماء أئمة المسلمين أن يقول مثل هذا القول، أن ينفي عن الله سبحانه وتعالى النقيضين، فينفي عنه كونه داخل العالم كذلك ينفي عنه كونه خارج العالم، كما ظنه بعض الشارحين، بعض الذين شرحوا، طبعا كثير من الذين شرحوا الطحاوية خاصة بعد أبي العز يعني من المتأخرين شرحوها طبعا على المعاني الفاسدة، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته وأن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره. وبهذا طبعا انتهى الكلام عن كلام نقولات ابن أبي العز وكذلك تعقيب ابن أبي العز على كلام الطحاوي، وانتهى أيضا الكلام في كتاب الرد على سعيد فودة في المقدمات، انتهى الكلام في المقدمات، وبعد ذلك في من الدرس القادم نشرع في بإذن الله تعالى في المقصود، وهو الرد التفصيلي، يعني هذه المقدمات التي قدمناها هي رد إجمالي على هذه العقيدة الفاسدة التي تقول أن الله لا داخل العالم ولا خارجه وتنفي عن الله الاستواء، تنفي عن الله العلو، فهذه المقدمات كانت تأتي على هذه العقيدة بالهدم تماما، وكان لابد منها في البداية لتعلم أن هذه العقائد هي عقائد المسلمين وأنها ثابتة بالعقل وبالشرع وأن علماء المسلمين أثبتوا ذلك بل أجمعوا عليه. ثم نأتي إلى الكلام التفصيلي، كلام يعني الدكتور سعيد فودة
قطعة قطعة ونرد عليها ونهدمها بالأدلة العقلية كما هدمناها بنصوص الشرع ونصوص العلماء، ونبين كيف أنها متهافتة، كيف أنها ضعيفة ومتهافتة، وهذا إن شاء الله نأتي عليه تفصيلا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.